راه حنايا حطوا لينا واحد الامتحان اللي ما كاينش في المتناول ديالنا، يعني ما قريناش العام اخويا بزاف، حطوا لينا فرق صعيب. انا قايت حياتي شي حاجه ما بانه بزاف والله. الامتحان كان الحمد لله في المتناول، ولكن فهمتي فيه الاشكاليات، صعيب شويه، داكشي صعيب، ما كاين شي حاجه ما قريناهاش مزيان، ما اكدوش لنا على الاستاذ ديالنا، حتى اذا كنا حاطين لك بشي حاجه فهمتي، اسئله غير مباشره، كانوا اسئله مباشره كيفاش دوزنا بهم الامتحانات اللي سابقين والفروض، نقدروا نجيريو مع الامتحان، ولكن الحمد لله ونشكروا ان شاء الله يكون خير. دوزنا مزيان الامتحان، ساهل ساهل ما والو. ممدوح لور الدين اب ديال الوليد ممدوح سعد اللي دوز الامتحان اليوم. هذا المنبر هذا كنشكر جميع السلطات، جميع التغطيه الصحفيه والتغطيه الصحيه والسلطات اللي كانوا في المستوى اليوم، كان داك الشيء بين نظام وانتظام، كانوا كاع الناس حاضرين، الوالدين حتى المسؤولين ديال المدارس اللي جاو حضروا اليوم باش يشوفوا كيفاش كان الامتحان كيفاش داز. الحمد لله دوكا في مدينه الجديده كنشكر الناس ديال الصحافه، كنشكر الناس ديال شوف تيفي اللي كانوا حاضرين معنا في التغطيه، وشكر للجميع، وكنتمناو للوليدات ان شاء الله ماشي غير ناجح، كلهم ناجحين، ولكن بقيت طالع ان شاء الله. شكرا.